اللي طلعت في مسائل العقيدة هي فكرة العقل والنقل. بمعنى ان في ناس يقولوا والله انا الكلام اللي هيجي من الشرع هخليه يعدي على دماغي، اقتنعت بيه هقبل، ما اقتنعتش مش هقبل. طيب هو الوقت مين اللي خلقك؟ الله عز وجل، متفقين على كده 100%. طيب مين صاحب النقل؟ مين اللي انزل القرآن والسنة؟ هو الله عز وجل. طيب ازاي ان انت تقبل، انت موافق ان ربنا عز وجل اللي خلقك، يعني هو صاحب الحكمة في تكوينك وصاحب الحكمة في تكوين عقلك، وبعدين انت بتعدل على كلامه. يا ابني ده انت المخ اللي عندك ده اصلا ربنا خلقه، هو اللي خلقه. يعني انت متخيل مخك اللي انت بتقول ان هو ده يتعارض مع كلام الله عز وجل؟ مخك ده اصلا ربنا خلقه، انت فاكر مخك ده ايه؟ اصلا ده فهم غلط خاطئ. يعني والله مثلا الاعلى، تخيل انا مثلا اللي مصنع العربيه، وبعدين تيجي تقول لي مثلا على فكره انت مركب المسمار ده غلط، اقول لك يا ابني المسمار ايه؟ ده انا اللي عامل العربيه اصلا، ده انا اللي مصممها ومصنعها وكل حاجه، فانت اللي هتيجي تقول لي المسمار ده متركب فين وشاك فين؟ انت مجنون يا ابني. والله المثل اعلى، فازاي ربنا عز وجل هو اللي خلقك وخلق لك الفهم والعقل وكل حاجه، وانت تيجي تقول بس كلامه انا مش داخل دماغي؟ دماغك ايه يا ابني؟ دماغك بس. الحاجه الثانيه، انت مين اللي قال ان وفوق كل حاجه عقلك يتقبلها؟ ما هو ده مستحيل. امال ليه ربنا عز وجل جعل فيه تكامل بين الناس؟ لان في حاجات انت عقلك هيتقبلها وعقلك ما تقبلهاش. على سبيل المثال مثلا واحد حصل له جرح في ايده ايام زمان قبل ما تطلع دلوقتي الجراحات والكلام ده، كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجيبوا اي حاجه سخنه ويعملوا كي. بالعقل الطبيعي اقول لك ايه رايك لو خلينا واحد يحرق ايد واحد؟ يقول لي لا ازاي الكلام ده، لا طبعا انا ما وافقش. طيب بعقل الطبيب يقول لك اه اصل انا هعمل كده الجرح هيلم فالنزيف هيوقف هيحصل. ايه الفرق بينك وبينه؟ الفرق ان هو عقليته عشان عقليه طبيه قبل، وانت عشان عقليتك مش عقليه طبيه ما قبلتش. فيبقى بالتالي كل الاوامر الشرعيه مش لازم انت تدخل عقلك انت، لان انت بتفهم جزء وجزء ما تفهموش. مفيش حد فاهم كل حاجه، لا انا ولا انت ولا اي حد. انا بفهم في مجالي، بس انا مهندس بفهم في مجال الهندسه، ولكن تسالني في مجال الصيدله اقول لك مش بتاعي. تقول لي ايه رايك في الدواء ده؟ اقول لك ولا اعرف عنه حاجه. طب ايه رايك في الماده الفعاله بتاعته؟ ولا ليه اي علاقه بيه. يبقى انا بفهم في المجال اللي انا متخصص فيه وبس. ففكره ان انت كل حاجه نزلت اليك وجات نزلت وصلت لك وجات لك تقول عايز افهمها الاول، ده مستحيل، ده مش منطقي، مش هيحصل ان انت تفهم كل حاجه. يعني مثلا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن اداب القتال. انت راجل عمرك ما كنت قائد جيش، ولا عمرك كنت قائد معركه، ولا عمرك دخلت معركه وكنت ده المسؤول وكل حاجه، فهتقعد تقول هو ازاي والله دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قائد الجيش يعمل كذا؟ يا ابني انت عمرك كنت قائد جيش، هتقتنع ازاي وما تقتنعش ازاي؟ مش هينفع. اما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في احاديث مثلا عن الرقيه الشرعيه، فانت تقول لا ازاي الكلام ده؟ ما هو انت اصلا مش فاهم الكلام بتاع في الرقيه ده معناه ايه، وغيره 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 من الامور. ففكره ان انا اقول والله انا هقدم عقلي، ده خطا انت عايش فيه. خطا زي ما قلنا في البدايه، ان انت المخلوق اللي انت معترف ان انت مخلوق بيتعدل على اللي خلقك وبتقول كلام مش مقنع بالنسبه لي. الحاجه الثانيه زي ما قلنا ان مفيش عقل بيستوعب كل حاجه. الحاجه الثالثه ان ربنا عز وجل خلق الانسان ده له حدود في كل شيء، ما خلقوش مفتوح. بمعنى ان انت ليك حدود في التفكير ما تقدرش تتخطاها، ليك حدود في العين ما تقدرش تتخطاها، ليك حدود في الكلام ما تقدرش تتخطاها. على سبيل المثال عقلك ده يعني طبيا زي ما انا اتعلمت يعني في الكليه ان هو المفروض اقصى حاجه يقدر يستحملها في اليوم 18 ساعه. بعد 18 ساعه بتبتدي تتعب، تحس انت مصدع، انت تعبان، انت كذا انت كذا. حاول تفضل صاحي 3 ايام تمام، وفكر كده في اليوم الرابع، شوف عقلك هيبقى شكله عامل ازاي. نفسك مش عارف تفكر في حاجه، مصدع ومش قادر ومش عارف تعمل اي حاجه. طيب اذا كنت انت عندك عقل مش مستحمل 3 ايام تفكير، عايز ازاي العقل مستحملش 3 ايام تفكير ده يعترض على اللي خلق الكون كله من ملايين السنين؟ يعني طب ده منطقي؟ يعني هل في عقل طبيعي منطقي يقول كده؟ فلا. يبقى انت اذا كان عقلك محدد ان هو مش عارف يكمل 3 4 ايام تفكير تقول لي هقارنه بربنا سبحانه وتعالى، لا يبقى انت اللي عندك مشكله في تفكيرك اصلا، انت في مشكله عندك انت.